ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. مسابقة المواهب. هاي أوبل، باركا، جائع، انظروا، عدة الحيل. جميلة. كما تحبه أوبل، لكن أكبر. هيا يا رفاق، أعطوني العباءة والعصا والقبعة. حسناً يا سكان الجرار، اجلسوا وانبهروا. جلا جلا جلا، من القبعة الفارغة سأخرج أرنباً. جلا، أوبس، جلا. نشكرك على هذا، بإمكانك الفوز في مسابقة المواهب وتصحبنا جميعاً في رحلة بحرية. أفضل عرض يفوز برحلة بحرية حول أمريكا الجنوبية مروراً بباتاغونيا ثم سواحل أفريقيا وأستراليا. لا مشكلة يا صوفي، سأشارك في المسابقة وأقدم عرضي ثم. عجبني، الرحلة مثل العطلة ونحتاج عطلة. فريد، يجب أن نكثف برنامج النجاة كي يستعد سكان الجرار عندما نطلقهم في مواطنهم الطبيعية. أعرف، لكن لماذا العجلة؟ إذا فزنا ستذهب الرحلة إلى حيث عثر عليهم دروينت، هذا أقرب مكان من مواطنهم، لذا قد نطلق سراحهم في وقت قريب. متعقب الجرار، هذا عبقري. ليس فقط سيصدر إشارة عند وجود ساكن جرار لو لزم الأمر. يمكنه أن يضعف قوى ساكن الجرار لكي نمسك به. وعندما أفوز في مسابقة المواهب ونذهب للبحث عن سكان الجرار، الجائزة الأولى رحلة حول العالم والوقوف في أماكن عثور ديروينت على سكان الجرار. سنفوز في مسابقة مواهب؟ حقاً؟ ها، لا تعرفني جيداً بعد أيها العزيز، أمتلك أكثر من موهبة رائعة. فريد، لا تتوقف عن التدريب، يجب أن تتدرب للفوز في المسابقة. نريد عطلة لرؤية مواطننا أفريقيا. غابات تزمينيا جميلة ومورقة، هادئة جداً. حسناً، سأتدرب بعد المدرسة وسأحاول الفوز لو هذه رغبتكم، لكن سأفتقدكم عندما تصل الباخرة إلى مواطنكم. لحظة واحدة. معك ملك القلوب. وقت التعلم من المحترف، لدينا طوقان كما ترون ليسا متصلين. الآن أصبحا متصلين. لنرى. هذا رائع. نعم. حسناً. مباراة الحيل. الطائر الصغير على الطبق، هيا هيا انطلق. هيا هيا، تعال إلي. دودة شريطية. أعلى أعلى. حسم الأمر، سنلتقي مجددا في مسابقة المواهب وليكن الفوز للعرض الأفضل. اتفقنا. مصاب بدوار. إنها الحيل. أشعر أنني لست بخير. حسناً يا رفاق، رتبت لنا يوماً رائعاً في الغابة. إذا أردنا أن نكثف برنامج بقاء الكائنات، الطريق الذي اخترته هو اختبار البقاء في البرية. الفخاخ في كل مكان. أوبل، تعانين من البرد والحرارة والتسوس والبثرة، وساقك اليمنى مكسورة، لذا لا تستخدميها. جائع، أنت، لذا لا تنسوا، أنت مكفوف مؤقتاً يا باركا، لأنني لا أريد أي غش. الآن أماكن استعداد وانطلاق. اتبعاني من هنا. هذا سهل. أوه، المكان مظلم. احترسا. أنا لا أغش. المزيد، ثانية. البقاء حيا ليس غشا. لا، إنه كبير على قبعتي. نحتاج
أحتاج غيره. ها، أوه، لما لا نذهب إلى متجر الحيوانات؟ سكان الجرار، لكن أين؟ أها، في تلك الشجيرة، سأضغط على هذا، وهكذا. تشانغ، احترس من الشعاع. إذا كانت هذه هي البرية، لا يجب أن يفوز فريد في المسابقة أبداً. حسناً، لا، لا عودة إلى الوطن، لا أحب البرية. لسنا جاهزين لها. واو، رقم قياسي، لدينا عمل نقوم به. إذا فاز فريد في المسابقة لديكم فرصة للبقاء عند عودتكم للديار. فريد، نعتقد أن الفوز في المسابقة فكرة سيئة جداً. إنها فكرة جيدة بالطبع، لأنني بارع في الحياة لأكثر من بروفيسور مبتكر، وسوف أثبت لكم ذلك. حسناً، سوف تفوز وسنساعدك. نعم، فكرة رائعة، كل حاو يحتاج مساعدين. رجاءً توضيح، كنت أعتقد أننا لن نريد أن يفوز فريد بالرحلة. أنت محق، ولكي نتأكد سنساعد فريد كثيراً بحيث لا يفوز ونبقى هنا. ما الذي؟ احترس، ضع قدميك بالداخل. ها أنت يا فريد، تناولت فطورك؟ لا، مشغول جداً، انظري. أود أن أقدم لك مساعدتي الجميلة. جائع يحب الشعر. هكذا، أنت جاهز، لا أحد سيتعرف عليك الآن. هذا رائع، سيساعدك سكان الجرار في الفوز، ثم ننطلق في الرحلة البحرية. ها؟ الفقرة التالية مع فريد العجيب. شكراً، شكراً. الآن جاهز؟ تذكر ماذا سنفعل، فريد لا يجب أن يفوز وإلا سنعود إلى العالم المخيف. حيلتي الأولى اسمها الأرنب في الثقب. المساعدة رجاء. ترى والحيلة الأخيرة في فقرتي، سأجعل هذه الشجرة تختفي. واو، لا أعرف ما الذي يفعله سكان الجرار، لكن الجمهور أحب فكرتك، سنفوز بلا شك. نعم، سأهزمك يا بروفيسور مبتكر. والفقرة الأخيرة اليوم، البروفيسور نبيه المبتكر، العجيب أكثر. يكفي ما رأيناه من الهواء، استعدوا للانبهار بموهبتي. يفوز البروفيسور المبتكر بعرض الحركات الرائعة، أهنئه. روبل، ما المشكلة؟ لا نريد الفوز بالرحلة البحرية، لا نريد البرية المخيفة الخطرة، نريد البقاء معكما معاً. أوبا، لا تقلقي، فريد لم يفز. رائع، ممتاز. لن أرسلكم إلى البرية قبل أن تكونوا مستعدين، وهذا يعني أن برنامج النجاة لم ينتهي بعد. ربما يجدر بي أن أقدم عرض حركات المرة المقبلة. الآن أين ذهب باركا؟ نعم. نعم نعم نعم، أعطني الجائزة أخيرا، سأصطاد. ماذا؟
رحلة افتراضية؟ ما معنى هذا؟ لم تصدق أن مسابقة مواهب ستمنحك رحلة بحرية حول العالم، هل صدقت؟ يعاني سكان الجرار من دوار البحر، علينا البحث عن طريقة أخرى لإعادتهم للديار. هذه عطلة سيئة. لا تقلقوا، أعرف الحل المناسب. هذا لطيف.